بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. كلنا عارفين إن رمضان شهر القرآن، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان عندما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنا عايزك السنة دي يكون حالك مع القرآن مختلف. عايزين نعمل ختمة إن شاء الله، ختمة فيها معاني كلمات، فيها تدبر، فيها فهم اللي أنت بتقرأه. هو الأول أنت مطالب إنك تقرأ القرآن، نعم، وبعد كده مطالب إنك تفهم ما تقرأ. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه كان يقول: حدثني من كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن أو إذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلا بعد العلم والعمل. يبقى هو إيه؟ يعمل بها ويعلم ما فيها. فالمطلوب منك إيه بقى السنة دي؟ إنك تخلي معاك كده كتيب صغير كده فيه مفردات كلمات القرآن الكريم، اسمه كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه، ده كان مفتي للديار المصرية سابقا. كتيب صغير كده لو شفته في أي مكتبة سألت عليها يعمل له 10 جنيه، تمام. ويبقى معاك كده مثلا تقرأ سورة زي سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. ممكن ما تبقاش عارف الفلق يعني إيه، هو الصبح، تمام. فأنت تقرأ وفي نفس الوقت تبقى انت ايه برضو تعي ما تقرا وتقف على هذه الكلمات التي ليس عندك او ليس لديك علم بها. احنا عايزين نعمل ده السنه دي، الختمه التفسيريه او الختمه التدبريه عايزين السنه دي يبقى ختمه تبقى زي ما بتعمل ورد وزي ما عايز تختم القران في رمضان مره واثنين وثلاثه. احنا عايزين ختمه بايه؟ بمفردات القران وبمعاني كلمات القران الكريم اللي انت مش عارفها، عشان انت برضو تفهم اللي انت بتقراه. وخلي بالك ده هيخليك تقبل على القرآن اكثر واكثر، وتحب التلاوة وتحب التدبر، وده ممكن يفتح لك كمان انك تتصل الى كتب التفاسير والتفاسير حتى اللي هي البسيطة المعاصرة او للقدامة اللي هي البسيطة اللي سهلة زي الجلالين وغيره. ده هيخليك مقبل على القرآن وتحب تلاوة القرآن وتتمسك بالقرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى احنا السنة دي في رمضان وصيتنا المرة دي إن احنا عايزين ختمة للقرآن مختلفة فيها معاني كلمات القرآن الكريم والمفردات. وبنصحك زي ما قلت لك بكتاب أو كتيب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين مخلوف. عايزين نعمل بالوصية دي الجميلة دي علشان نحب القرآن ونعي مفردات وكلمات القرآن الكريم. أترككم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.